للجمعة الثالثة على التوالي واصلت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة على التجمعات في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد. نعم، وفي هذا الإطار أقيمت اليوم صلاة الجمعة من مسجد الحسين بالقاهرة تحت عنوان أسباب رفع البلاء، وشهد الجمعة التي تم نقلها تلفزيونيا 20 مصليا من العاملين بالمسجد ووزارة الأوقاف مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي. في ظل إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا وضمان حماية المصلين من مخاطر قد يسببها انتشار الوباء، تأتي إقامة صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بوعي من عدد المصلين الحاضرين للصلاة، ما ينم عن التعاون والتكاتف في سبيل كبح جماح خطر كورونا. وزارة الأوقاف حريصة على الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وأصدرت التعليمات على التباعد بين المصلين وارتداء جميع العاملين بالمسجد الكمامة ولا يزيد مدة ارتداء الكمامة عن 4 ساعات، وشدد معالي الوزير على النظافة وعلى التباعد وعلى ارتداء الكمامة، فكل الإجراءات الاحترازية بفضل الله كما رأيتم وكما أبرزت الشاشات. لرفع البلاء أسباب كتصحيح الفهم الخاطئ لمعنى التوكل ولزوم الطاعة والاستغفار والتضرع إلى الله وغيرهم، أبرز ما تناولته خطبة الجمعة في ظل جائحة كورونا. ركزت الخطبة على 4 أمور، كان من أهم هذه الأمور صدق التوكل على الله. كثير من الناس هو يعني يقول أنا متوكل، لكن هو فاهم التوكل خطأ، لا يأخذ بالأسباب الاحترازية ويقول أنا متوكل على الله. التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، هما الاثنين سواء بسواء، التوكل مع الأخذ بالأسباب. وكذلك من أهم الأمور التي ركزت عليها خطبة الجمعة حسن العمل، أن نحن نحتاج إلى عمل الصالحات والقربات، الإكثار من الصلاة والذكر والصيام والدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، تحقيق النفع المرجو من القضاء على فيروس كورونا يحتاج دعما من المواطنين بالتزامهم الإجراءات المتخذة من قبل الدولة ووعيهم لمخاطر عدم التقيد بها. من مسجد سيدنا الحسين، وليد هيكل، التلفزيون المصري.